السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا إخوان الكرام؟ الأحوال ديالكم إن شاء الله تكونوا دائما بالخير والعافية. العديد منكم عندما يقوم بفتح حساب أدسنس طبعا يتم مطالبته بتقديم معلومات خاصة به مثل الاسم والسكن إلى آخره، ولكن يجد أن الأدسنس تطالبه بإضافة ما يسمى برمز البريد كود بوستال. فهنا أنت كمبتدئ ولا تعرف ما معنى رمز البريد، فأنت هنا حيران، هل توجد في بطاقة الهوية أو في فاتورة الكهرباء أو في فاتورة الماء أو في مكان آخر؟ فأنت تبقى هنا يعني حيران حول هذه أو ما يسمى برمز البريد. لهذا إذا كنت أنت ترغب في إنشاء حساب أدسنس وبعدها صادفت كلمة رمز البريد أو إضافة رمز البريد الخاص ببلدك أو بمدينتك، فأنا سوف أقدم لك طريقة بسيطة جدا وسهلة لإضافتها في حسابك أدسنس للاستمرار في عملية تحقيق الدخل. هذه العملية يتم تطبيقها في العالم بأسره، يعني أي بلد يوجد لديه رمز البريد. يعني مثلا سوف أقوم بكتابة قائمة، مثلا بالنسبة للمغاربة مثلا سوف أقوم بكتابة كود بوستال، مثلا كود بوستال بهذا الشكل، كود بوستال هيا كود بوستال أكادير، يعني مدينة أكادير. سوف أختار كود بوست أي الواجهة الأولى، تمام، في الصفحة الأولى سوف أنقر عليها بهذا الشكل، وسوف أجد عدد الأحياء والمدينة إلى آخره. يعني أنا ذكرت أكادير ولم أذكر المغرب كاملا. إذا أكادير، إذا أنا أبحث عن الحي الذي أسكن فيه، سوف أنقر على كنترول إف كما تلاحظون بهذا الشكل، كنترول إف، وسوف أختار مثلا مسيرة، وسوف تجدون ست المسيرة الرمز الخاص به هو 80050، وفعلا هذا هو الرمز الذي يوجد في مدينتي أو في الحي الذي أسكن. كذلك هناك حي الدخلة إلى آخره. كذلك إذا أردت مثلا مدينة أخرى في المغرب، سوف ما علي فقط إلا بوست كازا بهذا الشكل هذا، ثم أول موقع طبعا، وسوف أختار بهذا الشكل، وسوف أجد كازابلانكا والأحياء كلها بالرمز الموجود فيها. كذلك يمكنني استعمالها حتى في الدول الأخرى، مثلا قائمة هكذا، قائمة رمز بريد مصر مثلا بهذا الشكل، وسوف أدخل إلى أول موقع ويكيبيديا مثلا، وسوف يقدم لي تفاصيل رمز البريد الإسماعيلية، كذلك الغربية أو القاهرة، كلها أرقام يعني توجد في مصر، وهكذا مع السعودية في هكذا فقط قائمة السعودية بهذا الشكل، السعودية بهذا الشكل. ثم بعد ذلك سوف يعطيك خاص برمز البريد ديال السعودية، كلها سوف تجد تفاصيل في هذا المكان، مكة، جدة، الطائف، العدد يعني عدد كبير جدا من الرموز، الرمز الخاص بالبريد. وهذه هي الطريقة التي سوف تجد بها رمز البريد وإضافته في حسابك الأدسنس دون أي مشكلة، وأتمنى أنني قد قدمت لكم معلومة مفيدة. وكذلك إذا كنت معجب بقناة هشام هاشم لأننا ننشر محتويات تهتم بها، فمرحبا بك كصديق في قناة هشام هاشم وكذلك كصديق في الانستغرام، وأتمنى التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.